السلام عليكم. النهاردة هشارك معاكم 16 إضافة لجوجل كروم أنا بستخدمهم بشكل شبه يومي. الإضافات عموما عبارة عن برامج صغيرة بنسطبها عن طريق المتصفح، بتضيف له ميزة أو خدمة ونقدر نستخدمها من خلال متصفح الإنترنت الخاص بينا، سواء جوجل كروم، فايرفوكس، سفاري، مايكروسوفت إيدج وغيرهم. إضافات جوجل كروم اللي هنتكلم عنها النهاردة دي هتلاقوا اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وطريقة إضافتها سهلة جداً. وال16 إضافة دول مش كل حاجة، لكن جوجل كروم ستور في مئات الألاف من الإضافات اللي بتفيد جميع الفئات. وزي ما انتوا شايفين في الكاتيجوري هنا في أخبار، طقس، إنتاجية، اجتماعيات، تواصل، تدوين، تسويق، رياضة، صور، مرح. تكلمنا نظري كتير، يلا بينا نبدأ الشرح العملي. الإضافة رقم 1 هي قرآن تاب. دي بتغير الباك جراوند بتاعة المتصفح بآية قرآنية، وتقدر تغير الخلفية بتاعتها كمان، وتقدر تغير الآية نفسها اللي ظاهرة على الشاشة، وتسمع الآية الواحدة بتلاوة أكتر من شيخ، وتقدر تشوف تفسيرها. هعمل لها إضافة على المتصفح عندي بإني أضغط على إضافة إلى كروم، وبعدين Add Extension، وبستنى لغاية لما يتم تصليبها على المتصفح. الموضوع بيكون في حوالي 3 ثواني مش أكتر يعني. هضغط على البازل بتاع الإضافات ألاقيها موجودة، ونضغط على بن علشان تظهر عندي الأيقونة بتاعتها فوق في المتصفح، ودلوقتي هنستعملها. عندي أول حاجة فوق التاريخ الهجري، وهنا الساعة، وبعدها الآية بالعربي وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وعندي نيكست علشان أجيب الآية اللي بعدها، وهارت دي لو عايز أعمل لاف للآية. وشكل الكتاب ده بيديني التفسير بتاعها، قدامي تفسير الجلالين وتفسير الميسر. ومن Choose Your Location أقدر أحدد الدولة والمدينة، وبناء عليها يظهر لي مواقيت الصلاة، وأقدر أختار الشيخ أو المؤذن. موجود عندي اسم الصورة ورقم الآية زي ما مكتوب هنا، صورة البقرة الآية رقم 5، وعندي المثلث ده بتاع البلاي علشان يشغل الصوت ويخلي الآية مسموعة. أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. الكفين اللي موجودين فوق دول بتوع الأدعية والأذكار. عندي أذكار للصباح والمساء، أذكار الصباح، ودول أذكار المساء. وممكن ألاقيهم باللغة الإنجليزية. رقم 2 عندي أدعية من القرآن الكريم، مجموعة أدعية موجودة في الصور القرآنية. و3 دي لو أنا هحمل أدعية معينة أو أنا اللي حاطة على الجهاز أدعية. الأداة رقم 2 هي سوشيال بليد، ودي أداة مفيدة جداً وخصوصاً لليوتيوبرز، لأنها بتمكن اليوتيوبر من أنه يتتبع أداء قنوات اليوتيوب. دلوقتي هختارها وأعمل لها تثبيت، يعني زي ما قلنا بنضغط على إضافة إلى كروم، وبعد كده Add Extension، وبننتظر لغاية لما بيتم تثبيتها.
فلو مثلا فتحنا اليوتيوب واخترنا فيديو شغلناه، هنلاقي السوشيال بليد بتجيب كل الإحصائيات الخاصة بالقناة، فدي بتساعد اليوتيوبرز على اختيار العناوين الجذابة والتاجز اللي بترفع الفيديو وتظهره في محركات البحث. وبتخليني أنا مثلا كيوتيوبر مبتدئ أشوف القنوات الكبيرة بتكتب إيه في فيديوهاتها وأتعلم منهم. فزي ما أنتوا شايفين بتعرض لي متوسط الاشتراكات في اليوم وفي آخر 30 يوم، متوسط المشاهدات في اليوم وفي آخر 30 يوم، والتاجز والإحصائيات الخاصة بالفيديو. رقم 3 هي Picture in Picture. هعمل لها إضافة على كروم وأد إكستنشن. دي أداة مفيدة جدا خصوصا لأي حد بيحب يستفيد من وقته على الإنترنت ويعمل أكتر من حاجة في وقت واحد. لو حد بيدرس حاجة معينة فهيشغل فيديو تعليمي ويطبق اللي بيشوفه على موقع تاني أو حتى على ملف أو ملف أوفيس مثلا. أداة Picture in Picture بالضغط عليها بتحول الفيديو للصورة الصغيرة وأقدر أتفرج عليه وأنا بتصفح في أي موقع تاني. أو حتى ملف عندي على الجهاز، فأنا ممكن أكون فتحة فيديو بيشرح وورد مثلا وفي نفس الوقت فتحة ملف وورد بطبق فيه اللي بتعلمه من الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين الفيديو قدامي والملف قدامي. الإضافة رقم 4 هي Notion Web Clipper. دي أداة قوية جداً لتنظيم الوقت والمهام والمشاريع. هعمل لها إضافة لكروم وأد إكستنشن. بتساعدنا لو إحنا فاتحين الإنترنت وبنتصفح وعجبنا مقال معين زي المقال ده مثلاً وأنا محتاجاه كريسورس أو كمصدر عندي هرجع له تاني، فبضغط على الأيقونة بتاعة Notion Web Clipper وأحدد له المكان اللي عايزة أشيلها فيه وسيف بيتش. دلوقتي كل المقال راح على Notion وأقدر أفتحه في أي وقت، لأن أي وقت هضغط عليه هيفتح لي المقال ومفرغه من الإعلانات والحاجات المزعجة. أداة قوية جدا تقدر تحفظ بيها الحاجات المهمة اللي هتحتاجها بعدين. الإضافة رقم 5 هي Google Translate. إضافة رائعة وقوية جداً وخصوصاً لو حد بيتصفح مواقع أجنبية وصادفه نص أو كلمة مش عارف معناها. دلوقتي ثبتناها على المتصفح وبنضغط على علامة البن علشان تظهر الأيقونة بتاعتها فوق قدامي وأنا بشتغل. بنضغط عليها ونكتب النص اللي عايزين نترجمه وبعدين نضغط على Translate. صحيح إن مواقع كتيرة بتقدم خدمة الترجمة، لكن الميزة اللي في الإضافة دي إننا مش بنخرج بره السايت اللي إحنا فاتحينه، يعني وأنا في مكاني بترجم المقال أو النص أو الكلمة اللي مش فاهماها. يعني مثلا هعمل سيلكت على كلمة meeting وأدوس على الأداة، أحط الكلمة ألاقيها اترجمت، جاب لي الترجمة أهي. هنجرب تاني مع كلمة Minds، ظهرت الترجمة اهي. كمان ممكن اسمع النطق بتاع الكلمة، يعني قاموس ناطق للغتين اللي انا هختارهم. Minds Minds عقول عقول.
الإضافة رقم 6 دك دك جو برايفسي. الإضافة دي مهمة جدا لأنها بتحميك من إن المواقع تتتبع خطواتك. الخصوصية مبسطة، مهمة الأذونات هي خطر المتتبعين المختفين المتربصين. هعمل لها إضافة لكروم وآد إكستنشن وهنشط بين علشان الأيقونة تظهر فوق. بيقولي أنت الآن تتمتع بالخصوصية على كروم، التصفح بخصوصية، منع المتطفلين، حماية الموقع، وبينصحني أني أثبتها كمان على الموبايل. كلنا بنروح نبحث عن أي سلعة على الإنترنت ونشوف المواصفات والأسعار، ولما بنسيب الموقع التسويقي ده ونروح لمكان تاني وليكن مثلا فيسبوك، بنلاقي عدد رهيب من الإعلانات عن نفس الحاجة اللي كنا لسه بندور وبنسأل عنها في الأسواق الإلكترونية. ده لأن المواقع بتكون متتبعك. الإضافة دي وهي متثبتة عندك، لما بتيجي تدخل مواقع التسوق بتعمل بلوك للتراكرز أو لأي موقع هيبقى عايز إنه يتتبعك. الإضافة رقم 7 هي ميد نايت ليزر. هعمل لها تثبيت على كروم، وبعد أن يتم التحقق هنشط بن علشان الأيقونة تظهر. الإضافة دي مهمة جدا بالنسبة لي لأنها بتقلل إجهاد العين، لأنها ممكن تحول الموقع كله لوضع دارك المريح للعين. كليك عليها وبفتح من اون. نقدر نغير الكلر سواء للخلفية أو للنصوص أو الحدود أو الصور أو صور الخلفية وحاجات تانية كتير، وبنضغط على أبلاي علشان يثبت اللون اللي احنا اخترناه. زي ما حضراتكم شايفين النص أصبح لونه أصفر هنا، ولو مش عايزاها هضغط على أوف علشان أقفلها، وبكده يرجع السايت تاني للونه الأصلي. رقم 8 هي يو بلوك اوريجين. دي أداة رهيبة بتحذف الإعلانات من على أي ويب سايت أنت بتزور. الفيديو اللي المفروض يكون أوله إعلان، الإعلان ما بيظهرش وبيجيلك تخطي الإعلان على طول. ومن الأوبشنز بتاعتها أقدر أحدد أنا عايزاها تمنع كل الإعلانات على المواقع لما أضغط عليها، ولا مواقع محددة هتمنع الإعلانات من عليها أوتوماتيك، ولا عايزة أمنع كل الإعلانات اللي على كل المواقع. أنا عايزة أحدد سايت معين هو اللي مش عايزة إعلاناته تظهر، مثلا الفيسبوك، فبنضغط على On Specific Sites وحط لينك الموقع وأضغط Add بحيث أني لما أفتح الفيسبوك ما يظهرش أي إعلانات. رقم 9 Grammarly. هنضغط عليها ونعمل لها إضافة لكروب وبعدها Add Extension. زي كل الإضافات بعد ما بيتم التثبيت بلاقيها ظهرت ضمن الإكستنشن وأنشط بن. دي أداة مهمة جدا للرسائل والإيميلات والمقالات، لأنها بتلقط الأخطاء اللي موجودة في أي جملة وتصححها، سواء كانت الأخطاء دي في الجرامر أو في السبيلينج، فبتساعدك إنك ما تكتبش جمل غلط. لو كتبنا مثلا I have a car وضغطنا على أداة جرامل، هتلاقيه بيقول إن في أخطاء. قال مثلاً إن الـ I الـ small غلط
والمفروض تكون I capital. وبيقول لي ما ينفعش أقول I has والمفروض يكون I have، فبعدلها. ده كان مثال بسيط على استخدام الأداة دي. الإضافة رقم 10 هي go full page. دي الأداة اللي بتاخد صورة طويلة جدا لأي صفحة ويب، يعني بتصور اللي مكتوب على الموقع من أوله لأخره. بضغط على إضافة إلى كروب وبعدها add extension علشان أسطبها عندي على المتصفح. فلو عندي صفحة فيها حاجات مهمة وعايزة أخد منها صورة، بفتح الإضافات وبضغط على go full page، فبيتم تصوير الصفحة بالطول كلها من أولها لآخرها. أنا عملت سيرش مثلا عن تصاميم داخلية للشقق، وهضغط على أيقونة الكاميرا بتاعت go full page. screen capture in progress اللي قدامي دي، يعني هو دلوقتي بياخد كابتشر أو لقطة كاملة للصفحة دي من أولها لآخرها. ادي اللقطة الكاملة للشاشة، واقدر اعمل لها داونلود بصيغة PNG او احفظها في صورة ملف PDF. لو مش عايزاها اقدر احذفها، وممكن اعمل ريبورت او اعدل فيها من إديت. الاضافة رقم 11 هي جوجل كيب. هعمل لها إضافة لكروم وأد إكستنشن. دي بتعمل زي كابتشر للصفحة أو للويب سايت اللي أنا فتحها وتحفظه كنوت. فدي مفيدة جدا للي بتجيله فكرة جديدة مرتبطة بحاجة معينة شافها على موقع، فبيكون عايز يلحق يسجلها قبل ما ينساها. فلو فاتحين مقال وضغطنا على أيقونة سيف تو جوجل كيب، بيسيف لي اللينك بتاع الموقع واكتب النوتس اللي عايزة أسجلها بخصوص الموقع ده، وأعمل لها عنوان عند تايتل وأحفظها. وهي على فكرة بتحفظ تلقائي، وبالضغط على Open in Keep هلاقيها موجودة وأقدر أروح لها في أي وقت. ومش شرط مقال على بعضه، لا، ممكن جزء من المقال. فأنا مثلا هحدد النصايح العشرة دول وبعدين save to keep. فبكده بناخد الكلام ده كملحوظة، والأداة هتحفظ للعشر نصايح دول. وبرضو لو حددنا العشر نصايح وكليك يمين عليهم هنلاقي save current page to keep، ده لو هسيف الصفحة كلها، وsave selection to keep لو هسيف الجزء اللي أنا محدداه بس. كمان الصور اللي موجودة في المقال أو في أي موقع ويب تقدر إنك تسيفها في جوجل كيب. طبعاً الحاجات دي بتوفر المساحة التخزينية بتاعة الكمبيوتر، بدل ما كل الصور اللي أنا عايزاها أحفظها على الجهاز، لأ، بخليها على جوجل كيب. ودلوقتي هاجي على صورة السلم ده وكليك يمين وسيف إيميج تو كيب، هلاقيها حفظت الصورة في نوت. الإضافة رقم 12 هي هوفر زوم. الأداة دي بتكبر الصور المصغرة اللي بتكون موجودة على أي موقع أو على أي فيديو، بتخلي الصورة بالحجم الكامل والكواليتي الكاملة بتاعتها لكن بحجم أكبر، وده بيسهل علي أني أشوف التفاصيل اللي موجودة في أي صورة صغيرة. يعني مثلا لو عملت سيرش عن صور مكتوب عليها حكم أو أمثال، بيظهر لي عدد كبير جدا من الصور في نتائج البحث،
في بدل مفتح. صورة صورة وأقرأ إيه اللي مكتوب عليها؟ لا، بمجرد ما بستخدم الأداة دي وقف على أي صورة بتكون زي عدسة، الصورة هتتكبر وأقدر أقرأ إيه اللي مكتوب عليها. الإضافة رقم 13 هي وذر، وزي ما باين من الاسم دي بتديني توقعات الطقس الحالية والقادمة للموقع الجغرافي اللي أنا فيه. فيها فول ريبورت تديني درجة الحرارة، نسبة الرطوبة، السحب والغيوم، الرياح، سرعة الرياح واتجاهها. وعند السولر هلاقي شروق الشمس الساعة كام وغروب الشمس الساعة كام وساعات الليل وفترة الليل قد ايه، بيانات كتيرة لساعات الليل وساعات النهار. لو عايزة اخليها دارك مود هضغط على انيبل دارك مود، بيقول لي اعمل بين للايقونة علشان تبان، فهضغط بين هلاقيها ظهرت عندي على المتصفح. الأداة رقم 14 هي Image to Go، ودي أداة تعديل الصور أونلاين. هعمل لها إضافة لكروم وأد إكستنشن وبين علشان تظهر عندي فوق. الثلاث خطوات دول خلاص كده حفظناهم ثابتين عشان أثبت بيهم أي إضافة من إضافات جوجل كروم ستور. ظهرت الأيقونة بتاعتها اللي فيها رقم 2 فوق دي، هضغط عليها عشان أستفيد بالإضافة دي. بيقول لي عايز فوتو إديتور محرر للصور ولا كونفيرت إيميج، يعني عندنا صورة بصيغة معينة وعايزين نحولها لصيغة تانية، ولا كروب إيميج هنقص الصورة دي ونعمل لها كروب، ولا كومبريس إيميج لو هضغط الصورة وأقلل حجمها، وفي روتيت إيميج بيعمل دوران، وريسايز إيميج لو هغير حجم الصورة، ووتر مارك إيميج دي للصور بتاعة العلامة المائية. هختار مثلا فوتو إديتور، هضغط على تشوز فايل علشان أختار الصورة اللي هعدلها وأحدد مكانها على الجهاز، وبعد كده أوبن. هو دلوقتي بيرفع الصورة بتاعتي على الموقع والصورة قدامي اهي. في قدامي فلترز بختار منها اللي انا عايزاه، وبعد ما بختار بدوس ابلاي علشان يطبقه، ولو مش عايزة الجزء ده هضغط على كلوز. وعندي ريسايز أغير منها العرض والارتفاع بتاع الصورة، وعندي كروب بختار منها المقاس اللي أنا عايزاه، وبعد كده أبلاي. في ترانسفورم ودي اللي جواها الاستدارة والانعكاس، إن أنا ألف الصورة أو أعمل لها انعكاس كأني شايفاها في المراية. شايفين حضراتكم الصورة بتلف ازاي؟ وده عكسها. عندي هنا مجموعة ألوان وفرش للرسم، وعندي تكست لإضافة نص، يعني ممكن أكتب أي جملة على الصورة. وعندي شيبس لإضافة أي أشكال،
وستيكرز للملصقات، وفريم لو عايزة أعمل إطار، ده غير كورنرز وباك جراوند للخلفية، وميرج لو في دمج، وآد لإضافة، وفول سكرين لملء الشاشة. الإضافة رقم 15 هي هولا فري في بي إن. تطبيق هولا غني عن التعريف، أفضل في بي إن موجود، وده بيفتح المواقع المحجوبة ومتابعة الأحداث الرياضية المحجوبة جغرافياً، فبيسمح لمستخدمي بمتابعة البث المباشر للأحداث الرياضية على الهواء مباشرة وبسرعة عالية. 8 مليون مستخدم، تقييم 5 نجوم. لو ضغطنا عليه بنلاقي إمكانية تغيير الدولة. عندي مجموعة كبيرة جدا من الدول أقدر أغير الموقع الجغرافي ليها أو أعمل سيرش عن الدولة اللي أنا عايزاها. الإضافة رقم 16 هي إيموجي كيبورد. الناس اللي بتستعمل الكمبيوتر وعندها مشكلة بالنسبة للإيموجي، فالأداة دي هتحل المشكلة. هنعملها إضافة لكروم وأد إكستنشن وبعد كده بين. لو ضغطنا عليها هنلاقي كل الإيموجي اللي بنلاقيها على الموبايلات. كمان ممكن نغير لون البشرة، أبيض، أصفر، أسود، زي ما تحب. هنا انتهت حلقة النهاردة، وأسفة جدا على الإطالة، بس كلها أدوات مهمة، وده جزء صغير جدا من الخدمات اللي بيقدمها العملاق جوجل كروم ستور.